النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. انخفضت درجات الحرارة اليوم الخميس عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وأصبح وعاد الطقس من جديد ليصبح ربيعيا لطيفا في أغلب مناطق المملكة. تتأثر المملكة خلال 48 ساعة المقبلة بامتداد لكتلة هوائية باردة نسبيا لمثل هذا الوقت من العام، ستعمل على حدوث انخفاض كبير على درجات الحرارة، وستجعل الجو نوعا ما غير معتاد لمثل هذه الأوقات لنهايات شهر 5. هذه خرائط توقعات الكتل الهوائية بالقرب من سطح الأرض. كما تلاحظون، انحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي جلبت أجواء ربيعية دافئة إلى أغلب مناطق المملكة، ليحل محلها هواء بارد نسبي قادم نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى حدوث هذا الانخفاض على درجات الحرارة نهار هذا اليوم. الليلة القادمة ونهار يوم الجمعة يتوقع أن يتعمق تأثير هذا الهواء البارد نحو المنطقة. لن يكون هناك منخفضا جويا يعني سيتشكل في المنطقة، وبالتالي لا يوجد توقعات بهطول الأمطار، إنما يتوقع أن يحدث انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة. غدا الأجواء ستكون في أغلب مناطق المملكة ربيعية لطيفة، لأنها مائلة للبرودة في بعض الأوقات خاصة فوق المرتفعات الجبلية بشكل عام. خلال ساعات ليلة الجمعة على السبت يتوقع أن يجتاح الهواء البارد أغلب مناطق المملكة، وبالتالي يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليلة الجمعة على السبت، وتكون درجات الحرارة غير معهودة لمثل هذا الوقت من العام، وتنخفض أقل من 10 درجات مئوية في بعض المناطق، حتى أن هناك فرصة ضعيفة لأن يتشكل الصقيع في أجزاء قليلة ومحدودة من مناطق السهول الشرقية ومناطق البادية. يوم السبت تعاود بعض الهواء الساخن والتيارات الهوائية الساخنة بالاقتراب نحو المملكة، لكن بشكل عام تبقى الكتلة الهوائية الباردة نسبيا قريبة من المملكة، وبالتالي يحدث ارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت، إلا أن الطقس يبقى ربيعيا لطيفا بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، ستظهر كميات من السحب والغيوم المنخفضة، تتراجع درجات الحرارة الصغرى هذه ل 14 درجة مئوية. الطقس سيكون رطب، نسبة الرطوبة 88% في العاصمة عمان، والطقس سيكون مائل للبرودة بشكل لافت في العديد من المناطق خاصة مع ساعات الليل المتأخرة، ويصبح بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. غدا نهارا يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة. الطقس سيكون غدا ربيعيا لطيفا في أغلب المناطق، لأنه مائل للبرودة خاصة في فوق المرتفعات الجبلية. تكون درجات الحرارة غدا دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10 درجات مئوية، أقل مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت. تهب رياح شمالية غربية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة في مختلف الأوقات، تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الجمعة وصغرى ليلة الجمعة على السبت في محافظات ومدن المملكة. نبدأها شمالا من إربد من 21 غدا نهارا إلى 13 درجة مئوية في ساعات الليل، 22-12 في جرش، 19-12 في عجلون، وفي المفرق من 23-12 درجة مئوية. طبعا تظهر بعض الغيوم المنخفضة في سماء المملكة. العاصمة عمان من 20 درجة مئوية نهارا الصغرى 10 درجات، البحر الميت من 29-19، في مأدبة من 22-11، في الصلف من 23-14، وفي الزرقاء من 23-12 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك من 18-10 درجات مئوية، في الطفيلة من 20-10، في جبال الشرع من 18-9 درجات مئوية، في معان من 23-11، في خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى 18 درجة مئوية. شرقا نتجه إلى المناطق الشرقية، رويشد من 30-13، الأجواء مغايرة بعض الشيء،
وفي الصفاوي من 28 ل 12، وفي الأزرق من 28 ل 14، وهذه مناطق معرضة أن تتعرض لغدا بعض الموجات الغبارية بسبب نشاط سرعة الرياح المتوقع أن تؤثر على المملكة. توقعات الأيام القادمة بالتفصيل، إذا غدا الجمعة من 20 ل 10 درجات مئوية، والطقس سيكون حتى في ساعة الليل باردا نسبيا، ارتفاع يوصف بأنه قليل على درجات الحرارة يوم السبت 23 نهارا 13 درجة مئوية في ساعات الليل، ارتفاع قليل آخر يوم الأحد تكون درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية في ساعات النهار و15 درجة مئوية في ساعات الليل، مع بقاء درجات الحرارة خلال هذه الأيام دون المعدلات المعتادة. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.